رجعنا لكم ومكملين معاكم في هو وهن، وفقرتنا هلا رح تكون كثير مميزه. ليش؟ لانه رح نحكي عن فيلم مميز كثير 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 وقدر يحقق ايرادات وينافس بقوه كل الاعمال الفنيه على مستوى مصر والوطن العربي، يعني خليط كثير حلو بين الرومانسيه والكوميديا. باختصار كلامنا عن شو؟ عن فيلم هاشتاج جوزني. هاشتاج جوزني بطوله الجميله مايان السيد والممثل الكاتب امير المصري، وقصه اجتماعيه حلوه والحقيقة من قلب المجتمع المصري. وهنعرف بقى على يعني تفاصيل القصة دي مع ضيفتنا اللي منورانا النهاردة، هي الكاتبة سحر غريب. يا أستاذة سحر أهلا بيك. أهلا بيك يا منورانا هنا في هو هن. يعني كثير مبسوطين لوجودك معنا، وعندنا كثير 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 اسئله. بس اول سؤال يعني هو يمكن كليشيه، بس انا حابه عن جد هيك اشوف رده فعلك. شو كان شعورك بس شفتي انه هالفيلم عم بيحقق ايرادات مش معقوله؟ احنا اكيد مبسوطين، احنا كان عندنا تفاؤل فظيع لما كنا بنشتغل في كتابه الفيلم في نسخته الاخيره. أوكي. لان احنا اتعاملنا مع المنتج استاذ اشرف والمخرج استاذه سام نصار، بجد قصد رائع. أولا التعامل معهم بجد حاجة فوق القمة. أسلوبهم حلو، ليهم رؤية جميلة جدا وأعلى من مستوى مستويات الدرجة يعني. غير كده كمان المنتج كمان كان معانا في كل التفاصيل. يعني حتى وإحنا دي حاجة تحس إن هو واعي وفاهم، وحتى عنوان الفيلم هو اللي اختاره في الآخر. هو عنوان بيشد كده قوي يعني. هو مختاروا حاجه شبابيه يعني. حتى احنا في الاول كنا يعني والفنانين او الابطال كلهم شباب، كلهم شباب حقيقي. حقيقي حقيقي يعني هو اللي مختار العنوان، لان هو قاعد معانا في كل التفاصيل. هو يعني هنضيف كذا، نعمل كذا. المخرج برضو ليه رؤيه، كان بيقعد يشرح لنا طب انا هعمل ده، هعمل كذا، هعمل كذا. فاحنا كنا حاسين بتفاؤل كبير جدا واحنا وهو بيتعمل في الكواليس. طيب انتوا دي كانت ورشه عمل، ويمكن يعني عايزين نقول برضو ان حضرتك اصلا كاتبه وعملتي كتاب اسمه حماتي ملاك، وعملتي عمل اذاعي، وكان ليكي اكتر من كتاب. لما انضميتي لورشه العمل فيلم هاشتاج جوزني، عرفتي منين او انضمت لهم ازاي، وكام واحد كان في الورشه؟ مبدئيا يعني انا قديم بالفضل الاستاذ محمد سمير مبروك، هو أستاذي الأساسي أصلاً في كتابة السيناريو. يعني أنا متعلمة تحت إيده. أوكي. مش أنا مش داخلة على الفيلم متأخر، لا إحنا عاملين مع بعض 5 أفلام قبل كده. أوكي. معاه من أول ما بدأ الورشة. أوكي. هو اللي علمني كتابة، ويعني بجد إنسان قمة في الأخلاق وقمة هو خدك بقى معاه في الورشة. من زمان يعني، أنا كنت مقدمة في ورشة تانية، وهو يعني لا أنا عندي أفكار كتير، فقال لي إيه، قال لي أنا عايزك معايا لما أعمل ورشة. فقلت له أوكي ماشي مفيش مشكلة. وتعدي سنة ورا التانية يعني، وبعد كده لقيته بيكلمني في التليفون، سحر أنا خلاص عملت الورشة تعالي معنا. فأنا كنت العنصر النسائي جوه الورشة. طب وقديش سهل يعني موضوع الورشة يعني، وإيش الأشياء اللي ممكن تعملوها؟ خلينا نحكي كيف تتعاملوا مع بعض عشان بالآخر يطلع. هو مبدئيا احنا بنتعامل في الورشة هو أستاذنا. أوكي. فطبعا يعني السي الأخير والرأي الأخير بتاعه هو. أوكي. بس في الآخر أنت مثلا إيه، في مثلا كلمات نسائية مش عارفة إيه، الحاجات اللي هي الخاصة بالعنصر النسائي بتلاقيني أنا بتدخل فيها، ممكن بنقعد نتناقش مع بعض في برين ستور. حلو، عشان يطلع العمل مترابط في النهاية. في الآخر الكلمة الأخيرة بتبقى بتاعت أستاذ محمد سمير مبروك. أوكي. بس إحنا بنبقى إيه اللي هو إيه، شغالين مع بعض. اشتغلنا مع بعض عمل كتير قوي، 5 أفلام يعني. هذا سبب نجاح بتخيل يعني، لما الواحد يكون جد عم يشتغل ببيئة عمل عن جد حلوة وكلها متفاهمة جدا، هذا ده حقيقي. ده حقيقي. واحنا خلاص احنا متقبلين ان هو رأيه هو الأخير. أوكي. فما يعني ما فيش خلافات جوه الورشة، لا احنا بنتعامل احنا اخوات منسجمين ومتفاهمين خلاص جداً. مع بعض في كيمياء فظيعة ما بيننا يعني، خلاص احنا اخوات يعني. انا دايما لما حتى حد يتكلم انا يعني انا محمد عندي اللي هو حاجة مهمة قوي ما ينفعش أخسره لأي سبب من كان يعني. طيب العمل في ورشة أفضل ولا عمل فردي أفضل؟
هو عمل في ورشة حلو بالنسبة لي أنا كواحدة ست. يعني أنا مثلا بحب أشتغل في ورشة لأن التعامل اللي هو الداخلي بقى عارفة الصراعات بتبقى مع محمد سمير مبروك بصراحة. يعني أنا في الآخر قاعدة جوه الورشة بكتب، لكن مثلا ما بتعاملش كتير مع مخرجين. محمد كمان كان بيتعامل معايا لأنه أخت مثلا، فهو كان بيخاف عليا قوي. طب أنت لما كنت بتعملي مسلسل إذاعي اللي هو بحلم بيك، ده كان فردي ولا كان برضو في من خلال ورشة؟ احنا عندنا في الورشة يعني كل واحد بيبقى ليه اعماله الخاصة بيه. يعني ممكن محمد حتى يعمل افلام لوحده، يجيله شغل لوحده فهو بيعمله لوحده. ممكن الكتب طبعا بتاعتي شخصية. المسلسل الاذاعي لا، انا اتعلمت الاذاعة وكتبت فيها، يعني هي جات لي عن طريق مخرج محمد حسين. كنت لوحدك يعني؟ وكلمني قال لي تعالي اعملي. ما ده اللي بسال بقى، وانت لوحدك ده حلو وان انت بتطلعي كل طاقتك وكل بجد؟ مسؤوليه اكبر. هتفكر عن 10 ممكن حواليها. يعني انا بعد ما خلصت مسلسل اذاعه انا قعدت اتعالج شويه. طب خلينا نحكي شوي اكثر عن الفيلم، كيف بترتبوا هيك عشان نشرح للناس، كيف بترتبوا احداث الفيلم، التفاصيل شو بده ينحكى قبل، يعني التسلسل تبع الفيلم؟ هي دي طريقة كتابة سيناريو. أوكي. أي سيناريو بيبدأ كفكرة. أوكي. سطرين. بعد كده بنبدأ نعمل معالجة. المعالجة بتبقى حكية فيها التفاصيل كلها. بعدين بنبدأ نعمل حاجة اسمها تتابع أحداث. أوكي. تتابع أحداث بقى يعني إحنا عارفين مثلا الفيلم مثلا 35 دقيقة 40 دقيقة على حسب المدة اللي إحنا مختارينها، كل دقيقة بتتكتب في يعني. كملة عادي عامل الكروت طبيعي كملة. اوكي. بنعمل بقى تتابع الاحداث بنكتب بقى فيها. بعدين بعد كده بناخد في تتابع الاحداث بناخد فقره ونعملها نفردها كحوار وسيناريو بنوصف كل شخصيه بقى، كل كاركتر بنتالي اعتقد بتتعمقوا لان كل كاركتر ليه سيكولوجيه كده معينه. لازم قبل ما بنكتب خالص في المعالجه واحنا في البدايه خالص بناخد شخصيه ونقول دي المفروض هيبقى شكلها كذا، دي المفروض هيبقى شكلها كذا. كلكم مع بعض ولا كل واحد فيكم بياخد شخصيه معينه بيشتغل عليها؟ لا، احنا حقيقي في الورشه عندنا بنقعد مع بعض في كل التفاصيل. يعني أوكي. في كل التفاصيل بنبقى قاعدين هنعمل ده كذا كذا كذا. ساعات مثلا قبل العمل هو اللي بيبقى لوحدنا. أوكي. يعني مثلا هنعمل قصه كذا، عايزين مثلا نجمع معلومات عن كذا، معلومات عن شخصيه كذا. بتختاروا الفنانين كمان؟ يعني ممكن بيبقى لكم تدخل في اختيار الفنانين؟ هو يفضل لما بنيجي نشتغل بنبقى مختارين فنان معين. مش بتكلم على الفيلم ده تحديدا؟ لا، كل الافلام بنختار ممثل معين بيبقى ليه مثلا طريقه الكلام، احنا عايزين طريقه الكلام تروح للممثل ده. ممكن الممثل ما نشتغلش معاه، ممكن مش هو ده الشخصيه النهائيه، بس في الاخر احنا يعني عاملين مثلا احنا عايزين شاب فبنختار فلان الاسماء المقترحه. طبعا بنختار الاسماء المقترحه وبنختار كمان صورهم، نحط صورهم عشان نبقى عارفينهم كويس قوي. وفي الاخر طبعا وقت بقى التعاقدات ليها سي ثانيه، يعني بنختار بقى على حسب اللي متاح دلوقتي، اللي محقق نجاح، حسب بقى شركه الانتاج كمان اتفقت معايا بالظبط. تمام. طب نحكي عن اغاني الفيلم. كنت بحكي قبل ما نبلش تصوير انا وياكي انه عن جد اغاني الفيلم كثير حلوه، غنوها كمان فنانين كثير كبار، احكي لنا عنهم. الـ الـ الاغاني من اروع ما يكون. كاتب الاغاني هو شخص واحد، هو كاتب اغاني يعني بجد عامل اغاني كلماتها ان اسمها ما يتقالش عليها غير انها ان. أوكي. ان في العمل لايقه على العمل. اول حاجه كتبت للفيلم نفسه، مكتوبه للفيلم ومتغنيه للفيلم. عندنا اغنيه لاحمد سعد اسمها ليه بداري، واغنيه ابو